الثالثة عصرا، أهلا بكم إلى نشرة مفصلة من القاهرة الإخبارية عاصمة الخبر. أهلا فيروز. أهلا بك أمل. أهلا بكم مشاهدينا، والبداية بأبرز العناوين. الرئاسة الروسية تتوقع طول أمد الحرب الهجينة التي يشنها الغرب ضد روسيا. تصاعد الأزمة بين تل أبيب وواشنطن واتهامات أمريكية لنتنياهو بإساءة التقدير بتصريحاته ضد بايدن. وبعد تهديدات الصين، رئيسة تايوان تقول إن الضغط الخارجي لن يمنع بلادها من التواصل مع العالم. والبداية مع تطورات الأزمة الأوكرانية. أعلنت الرئاسة الروسية أن مواجهة روسيا للدول المعادية في ما وصفها بالحرب الهجينة التي يشنها الغرب سوف تستمر لفترة طويلة. قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، قال إن على الروس أن يكونوا حازمين واثقين من أنفسهم، وأن يدعموا الرئيس فلاديمير بوتين في هذه المعارك ضد البلاد. صرح الكرملين بأن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا قد تحولت إلى حرب ضد روسيا بمفهومها الأوسع، وأوضح أن الأمر لا يعود لروسيا في حث الرئيس الصيني على زيارة أوكرانيا. وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي دعا نظيره الصيني لزيارة كييف. وفي سياق آخر قال زيلينسكي إن بلاده ستكون عاجزة عن تحقيق النصر إذا ما توقفت الولايات المتحدة عن إرسال الدعم لها، مؤكدا أن واشنطن تدرك هذا الأمر جيدا. وأكد زيلينسكي أن خسارة القوات الأوكرانية للمعارك في باخموت سوف يفتح الباب أمام روسيا للترويج لهذا النصر أمام الغرب، كما ستبدأ في حشد دعم دولي لتوقيع اتفاق يجبر أوكرانيا على تقديم تنازلات غير مقبولة. قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، قال إن خطط روسيا لنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا ستجبر حلف شمال الأطلسي الناتو على تقييم خطورة الموقف. في السياق ذاته أوضح ريابكوف أن روسيا توقفت عن إخطار الولايات المتحدة بأنشطتها النووية، بما في ذلك تجارب الإطلاق بعد انسحابها من معاهدة ستارت الجديدة للحد من الأسلحة الشهر الماضي. تصعيد جديد في الأزمة الأوكرانية ربما هو الأخطر منذ بدايتها، جاء عقب إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده أبرمت اتفاقا مع بيلاروسيا لنشر أسلحة نووية تكتيكية على أراضيها، مما يمهد الطريق لنشر موسكو أسلحة نووية خارج حدودها للمرة الأولى منذ انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991. من جانبها أكدت بيلاروسيا أنها ستستضيف أسلحة نووية تكتيكية روسية ردا على التعزيز العسكري من قبل أعضاء الناتو بالقرب من حدودها، وكذلك لمواجهة الضغط الغربي.
بدوره أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن قلقه بشأن القرار الروسي، مؤكدا أنه يمثل تصعيدا خطيرا حال تنفيذه. الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، حيث أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض أن الولايات المتحدة أبلغت روسيا بأنها ستحجب بعض البيانات بشأن أسلحتها النووية، رداً على تعليق موسكو مشاركتها في معاهدة نيو ستارت للحد من الأسلحة النووية. وبينما لم ينسحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسمياً من المعاهدة التي تحد من الترسانتين النوويتين الاستراتيجيتين المنتشرين للجانبين، فإن تعليقه المشاركة في فبراير الماضي يحدث خطراً كبيراً على آخر ركيزة متبقية للحد من التسلح بين أكبر قوتين نوويتين. وتمتلك الولايات المتحدة وروسيا ما يقرب من 90% من الرؤوس النووية في العالم، وهو ما يكفي لتدمير الكوكب عدة مرات. قال سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولا باتروشيف أن موسكو ستحقق أهدافها في كييف رغم الدعم الغربي المتزايد لها منذ بدء العمليات العسكرية، وهو ما سيكون له عواقب. أوضح باتروشيف أن روسيا تعمل على نزع السلاح بشكل كامل لضمان أمن وسلامة أراضيها، ومؤكدا التزام بلاده موقف عدم السماح للحرب النووية والمواجهة العسكرية بين القوى النووية، ورغم وجود أدلة قطعية بشأن تورط واشنطن بأنشطة بيولوجية في كييف. على الصعيد الميداني، أكد قائد قوات فاغنر أن معركة باخموت دمرت القوات الأوكرانية، مضيفا في الوقت ذاته أن قواتهم تضررت أيضا. كانت قوات فاغنر أشارت في وقت سابق إلى استمرار تقدم القوات الروسية في مدينة باخموت التي تشهد احتداما في المعارك، موضحة أنه انسحب جزء كبير من القوات الأوكرانية من مصنع أزوم للمعادن على الجانب الغربي من نهر باخموتكا. ومن جانبها، أفادت الدفاع البريطانية بأن كتيبة دبابات روسية تعرضت لخسائر فادحة في بلدة أفدييفكا. هذا وتتدفق الأسلحة الغربية على كييف تنفيذا للتعهدات التي تم الإعلان عنها مسبقا تلبية لمطالب الرئيس فلاديمير زيلينسكي. هذا وتسعى القوات الأوكرانية عبر الأسلحة الجديدة إلى تغيير مسار المعركة على الأرض وإلحاق خسائر بالقوات الروسية، لا سيما في باخموت. إمدادات الأسلحة الجديدة تصل إلى كييف، دبابات ليوبارد الألمانية بجانب دبابات تشالنجر البريطانية، أسلحة قد تغير مجريات الأمور هناك، كما أنها ستنعكس بالطبع ميدانياً على المعارك الضارية بين القوات الروسية والأوكرانية، لا سيما في الجبهة الشرقية التي تشهد معارك عنيفة. تلك الإمدادات تأتي استجابة لنداءات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، خصوصاً بعد تعرض القوات الأوكرانية لضربات متتالية بمحيط مدينة باخموت الصناعية خلال الأسابيع الماضية نتيجة نقص الإمدادات. وبالتزامن مع وصول إمدادات الأسلحة، قال قائد القوات الأوكرانية البرية أليكساندر سريسكي إن كييف تسعى إلى إلحاق خسائر فادحة بالقوات الروسية التي تحاول السيطرة على مدينة باخموت شرقي البلاد، مؤكداً أن المهمة الرئيسية لقواته هي إنهاك قوات موسكو. في المقابل، قال القائد الروسي في دونيتسك دينيس بوشيلين إن القوات الروسية تتقدم في مدينة باخموت شرق أوكرانيا على الرغم من المقاومة الشرسة، كما أنها فرضت سيطرة كاملة تقريباً على مصنع للمعادن هناك، مشيراً إلى أن جزءاً كبيراً من القوات الأوكرانية أجبر على الانسحاب إلى الجانب الغربي من نهر باخموتكا. وبين التأكيد الروسي على التقدم في باخموت والنفي الأوكراني، تستمر المواجهات في خضم تلك المعارك العنيفة بمحيط المدينة التي يسعى الجانبان إلى السيطرة عليها بكل السبل، لا سيما بعد انضمام الأسلحة الجديدة التي قد تشكل تغييراً كبيراً في العمليات القتالية ميدانياً.
ولمزيد من التحليل والمتابعة ينضم إلينا زميل همام مجاهد وضيوفه الكرام. إليك همام. شكرا فيروز، شكرا أمل، وأهلا بحضراتكم مشاهدينا الأعزاء في هذه النافذة التحليلية. ينضم إلينا عبر سكايب من موسكو السيد رامي القليوبي الأكاديمي والبحث السياسي. سيد رامي أهلا وسهلا بك. سكرتير مجلس الأمن الروسي السيد نيكولاي باتريوشيف يقول أن موسكو ملتزمة بمنع حرب نووية في المنطقة، كيف يمكن أن نفهم هذا التصريح في ظل خطط روسية لنشر أسلحة نووية استراتيجية في بيلاروسيا؟ في الواقع يجب التفرقة بين أمرين مختلفين، أحدهما نشر أسلحة روسية على الأراضي البيلاروسية، وهذا النشر الذي يزعج الغرب هو فعليا لا يشكل انتهاكا لنظام منع انتشار السلاح النووي، لأن روسيا لا تسلم هذه الأسلحة تحت الإدارة البيلاروسية بل تبقى خاضعة للتحكم الروسي مثل ما هو الحال الأسلحة النووية الأمريكية في أوروبا. لكنها هي المرة الأولى سيد رامي، هي المرة الأولى التي تقوم أو تعتزم فيها موسكو نشر أسلحة نووية خارج الحدود الروسية منذ عام 90 على ما أظن. نعم، ولكن الحديث يجري عن نشرها في دولة متحالفة مع روسيا، وفعليا هناك حتى دولة اتحاد بين روسيا وبيلاروسيا منذ تسعينيات القرن الماضي، والروس والبيلاروس يسافرون بين البلدين بأوراق الهوية الداخلية من دون استخراج جواز السفر حتى. فبالتالي هذه الدولة. سيد رامي استسمحك بالبقاء معنا، سنذهب الآن إلى برلين حيث يحضر ملك بريطانيا ملك تشارلز الثالث، يحضر مراسم ترحيب مع مرتبة الشرف العسكرية في بوابة براندبورغ مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير. وبوابة براندبورغ التي شيدت عام 93 من القرن 18 هي علامة معروفة في برلين ورمز سياسي في ألمانيا. برز هذا المعلم عندما سقط جدار برلين، حيث التقى الألمان الشرقيون والغربيون عند هذه البوابة في علامة على الوحدة. إذن هذه أول زيارة يقوم بها الملك تشارلز الثالث منذ تعيينه وتنصيبه ملكا لبريطانيا العام الماضي، يقوم بها إلى ألمانيا. كان من المقرر أيضا يذهب إلى فرنسا، لكن ربما الاحتجاجات الفرنسية حلت دون وصوله إلى فرنسا. على أي حال هو الآن في برلين، وهناك مراسم استقبال كبيرة للملك البريطاني في أول زيارة خارجية له خارج البلاد، خارج المملكة البريطانية. في كل أحوال هناك الكثير من المراسم ربما والزيارات واللقاءات التي سوف يقوم بها الملك البريطاني في زيارته إلى ألمانيا، كما سيزور عدة دول أوروبية في أولى جولاته الخارجية إلى خارج بريطانيا. Thank you.
إذا كما نتابع على الهواء مباشرة مشاهدينا الأعزاء من عاصمة الألمانية برلين، هذه مراسم استقبال الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا وزوجته كاميلا في برلين في أول زيارة رسمية خارجية له إلى ألمانيا. كان من المفترض قبل هذه الزيارة أن يتوجه إلى فرنسا، لكن الاحتجاجات الفرنسية حالت دون وصوله إلى باريس. هو الآن في ألمانيا تحديدا أمام بوابة براندبورغ، هذه البوابة التاريخية. من المقرر أيضا أن تستمر هذه الزيارة لمدة 3 أيام. سوف يلقي كلمة أمام البوندستاغ الألماني البرلمان الألماني، وبالتالي بعدها ربما سوف يذهب إلى عدد من المعالم التاريخية والأثرية في ألمانيا. سوف أيضا يكون هناك أو يتوجه أيضا إلى عدد من الأماكن ربما التي كانت قد طالتها الحرب العالمية الثانية وإحدى الكنائس في مدينة هامبورغ الألمانية. على أي حال يبدو أن هناك حفاوة في هذا الاستقبال للملك البريطاني في زيارته الخارجية الرسمية الأولى إلى برلين منذ اعتلائه العرش البريطاني. إذن نعود مرة أخرى إلى السيد رامي القليوبي الأكاديمي والباحث السياسي، يعني أجدد الترحيب بك سيد رامي. قبل أن نشاهد هذا الاستقبال الملك البريطاني في ألمانيا، كنا نتحدث عما يتعلق بالحرب النووية وعزم روسيا، كما يقول أيضا سكرتير مجلس الأمن الروسي، أن روسيا عازمة على منع اندلاع أي حرب نووية في المنطقة. وكنا نتحدث عن تعارض هذا التصريح ربما مع الخطط الروسية المتعلقة بنشر أسلحة نووية استراتيجية في بيلاروسيا. الواقع يجب التفرقة بين أمرين، الأمر الأول كما ذكرت هو نشر الأسلحة، والأمر الثاني هو إمكانية استخدامها. فإذا نظرنا إلى نص العقيدة العسكرية الروسية فهي تحدد إمكانية استخدام السلاح النووي بحالتين اثنتين، أولاهما تعرض روسيا أو حلفائها للهجوم بأسلحة الدمار الشامل، والحالة الثانية هي تعرض روسيا لهجوم بالأسلحة التقليدية في حال كان يشكل تهديدا لوجودها كدولة. فبالتالي طالما لم يتحقق أحد هذين البندين فبالتالي لا مجال للحديث عن لجوء روسيا من استخدام السلاح النووي. إذن روسيا تفعل ما تعترض على فعله حلف الناتو من نشر أسلحة نووية، أسلحة ثقيلة، أسلحة حتى صواريخ باليستية في دول البلطيق أو حتى دول الكتلة الشرقية السابقة. لماذا تعترض إذن روسيا على نشر حلف الناتو والدول الغربية لأسلحة نووية، أسلحة ثقيلة في الكتلة الشرقية أو قريبة من موسكو؟ في الواقع بالفعل روسيا كانت تعترض على نشر الأسلحة الأمريكية في أوروبا، فالآن بدلا من الاعتراض عن طريق إصدار بيانات تنديد وتصريحات شديدة اللهجة، هي قررت أن ترد بالمثل، خاصة وأنه وفق الرواية الروسية فإن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو هو الذي كان يطالب روسيا بالإقدام على هذه الخطوة. فمنذ وقعة اعتراض طائرة المدوّن البيلاروسي المعارض رامان بروتاسيفيتش في عام 2021 ازدادت العلاقات البيلاروسية الغربية سوءا. فمنذ ذلك الحين توجهت مينسك نحو حضن موسكو وتسعى لإقامة تحالف اقتصادي ودفاع عسكري معها. لكن في هذه اللحظات سيد رامي من يقوم بالتصعيد النووي؟ فقط روسيا ليس الغرب. هذا من وجهة النظر الغربية، ولكن من وجهة النظر الروسية الغرب هو الذي يزود أوكرانيا بالأسلحة الفتاكة بدلا من الضغط على كييف حتى تقبل بالجلوس إلى طاولة المفاوضات. فمن الواضح أن الأزمة الأوكرانية دخلت إلى دوامة تبادل الاتهامات بلا انفراج في الأفق. السيد رامي القليوبي الأكاديمي البحث السياسي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من العاصمة الروسية موسكو. شكرا جزيلا. هذه عودة مشاهدينا للزميلتين أمل وفيروز لاستكمال باقي ملفات النشرة، إليكم. شكرا همام. قال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة رافائيل جروسي أن الوضع في محيط محطة زابوروجيا النووية لا يتحسن بفعل استمرار القصف الروسي حول المنطقة. أكد جروسي خلال زيارته إلى محطة زابوروجيا بجنوب شرق أوكرانيا أن الأطراف تواصل العمل على إنشاء منطقة آمنة حول المحطة النووية. ودعا جروسي إلى ضرورة اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لحماية محطة الطاقة من أي هجوم.
منذ بدء قصف محطة زابوريجيا الأوكرانية تتبادل كل من موسكو وكييف الاتهامات حول استهداف المحطة التي سيطر عليها الجيش الروسي خلال عملياته العسكرية في مارس 2022، حتى أجرت الوكالة الدولية مشاورات بين الطرفين وأتبعتها بإرسال فريق من المفتشين لتفقدها في سبتمبر الماضي. جهود حثيثة تبذلها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتقليل مخاطر وقوع حادث نووي خلال الحرب في أوكرانيا، كارثة إن وقعت قد تتجاوز كارثة انفجار مفاعل تشيرنوبيل. المدير العام للوكالة الذرية رافائيل جروسي وصف الأوضاع في محطة زابوريجيا للطاقة النووية الأكبر من نوعها في أوروبا بالخطيرة، الأمر الذي دفعه إلى تجديد دعوته لإقامة منطقة آمنة حول موقع المحطة. تحذيرات جروسي جاءت بسبب استمرار انقطاع خط كهربائي عن المحطة منذ الأول من مارس جراء ضربة صاروخية روسية، وهو آخر خط كهربائي مخصص للاستخدام في الحالات الطارئة، وأي ضرر قد يصيبه سيؤدي إلى انقطاع التيار الخارجي بالكامل عن المحطة. فتعد الكهرباء عنصراً أساسياً للسلامة والأمن النوويين في المحطة التي تضمن تبريد المفاعلات النووية. إنشاء منطقة آمنة حول محطة زابوريجيا ما زال حلماً يصعب تحقيقه نظراً لتعارض مصالح كل من روسيا وأوكرانيا ومن ورائهما الغرب، فتبقى حماية المدنيين الهدف الظاهر، لكن يحمل في طياته أهدافاً سياسية وأمنية. أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعليمات لوزراء حكومته وأعضاء الكنيست في حزبه بعدم الإدلاء بأي تصريحات أو أي تعليق على الأزمة مع واشنطن، وقال أن تحالف بلاده مع الولايات المتحدة لا يتزعزع، واتهمت واشنطن نتنياهو بأنه أساء التقدير بتصريحاته ضد الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقال البيت الأبيض أن نتنياهو أخطأ في فهم الرد الأمريكي على التعديلات القضائية التي أجراها نتنياهو. وأوضح البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لا تكترث بتشويه الإسرائيليين لصورة بايدن. هذا وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال إن إسرائيل دولة ذات سيادة ولا تتخذ قرارات بناء على ضغوط من الخارج. أضاف نتنياهو أن إدارته تسعى جاهدة لإجراء إصلاحات من خلال توافق واسع النطاق. جاء ذلك ردا على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي أعرب فيها عن أمله في أن يتراجع نتنياهو عن قانون التعديلات القضائية الذي أثار أزمة سياسية واحتجاجات في إسرائيل. من جانبه وجه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير انتقاد شديد للهجة الرئيس بايدن وإدارته، قائلا أن إسرائيل ليست نجمة في عالم الولايات المتحدة. وفي الوقت نفسه اتهم وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي وعضو حزب الليكود ميكي زوهار الولايات المتحدة بالانسياق وراء أخبار الكاذبة بشأن قانون الإصلاح القضائي. ولمزيد من المتابعة والتحليل نتحول إلى همام مجاهد وهذه النافذة التحليلية، إليك همام. شكرا جزيلا أمل، شكرا فيروز، وأهلا بحضراتكم مجددا مشاهدينا عبر سكايب. ينضم إلينا من القاهرة الدكتور أشرف سنجر خبير السياسات الدولية. أهلا بك يا دكتور أشرف، هذه التصريحات المتضاربة، حرب التصريحات بين تل أبيب وواشنطن خلال اليومين الأخيرين، هل يمكن أن نضعها في سياق عدم الود أو الود المفقود بين إسرائيل والولايات المتحدة منذ تشكيل هذه الحكومة؟ بالتأكيد تشكيل هذه الحكومة هو كان لرغبة سياسية، ولكن لا يتفق مع المزاج العام. رغبة سياسية يحقق بها نتنياهو يعني وجوده في الشارع الإسرائيلي كسياسي، يرجع مرة أخرى كرئيس للوزراء ويحتل هذا المنصب لفترات تتجاوز أي رئيس وزراء إسرائيلي. العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية بتشكيل هذه الحكومة، وخصوصا أن نتنياهو يعني خبر واشنطن وفهم
آلية العمل في واشنطن تتم إزاي باعتبار أنه تلقى تعليمه في واشنطن، التلاسن أو يعني المناقشة وما يحدث الآن بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين نتنياهو بيعبر طبعا عن الضجر من تشكيل هذه الحكومة ومن الأصوات الغير مسؤولة التي تخرج أحيانا بأمور تستفز واشنطن، وخصوصا في موضوع التعديلات أو الدستورية أو التعديلات للمحكمة أو للقضاء، وده أمر يعني كانت واشنطن دقيقة جدا فأنهم أعلنوا بأنهم لا يرغبوا في التدخل في الشأن الإسرائيلي، ولكن يبدو أن وزير الأمن الإسرائيلي أو بن كافير كلماته تمثل نوع من انتقاد لرئيس الدولة الأمريكية، وهذا أمر يعني غير مرغوب في أن يسمع هذه الكلمات بأن إسرائيل ليست نجمة من نجمات الدولة الأمريكية الخمسين، وهذا أمر فيه كثير من الاستفزاز لرئيس الدولة الأمريكية. طبعا بايدن وطبعا السياسيين الأمريكيين في واشنطن طبعا لا يرغبنا أو لا يرغبون في أن يسمعوا هذا الكلام من تل أبيب أو من إسرائيل، باعتبار أن الأمن الإسرائيلي يعني والسياسة الإسرائيلية لم تحدث في يوم ما منذ إنشاء دولة إسرائيل، فأنها خرجت عن يعني ما يتفق عليه من تحديد لسياسات مهمة لضمان أمن إسرائيل من قبل واشنطن. هذا التجاوز من المتشددين الدينيين يبدو أنهم يأخذون السياسة الإسرائيلية في خطر كبير، وتهديد العلاقة الأمريكية الإسرائيلية هذا خطر أكبر، وهذا ربما ما دعا نتنياهو إلى التنبيه على وزرائه وعدم الحديث وعدم انتقاد واشنطن، لأن هذا الأمر يبدو أنه سيفتح ملاسنة ويفتح أمور لا يعني. هل يمكن أن يتطور الأمر إلى ما هو أبعد من الملاسنة بين الطرفين؟ يعني وزن إسرائيل في تصرفاتها بيعاد تقييمه من سنة إلى سنة، يعني المزاج العام في واشنطن أو في الولايات المتحدة الأمريكية يعني ما هو مقروء أو في المستقبل، يجب على إسرائيل أن تقدم حلولا معقولة منطقية لإقامة دولتين، يجب على إسرائيل أن تسعى إلى أن تندمج في المنطقة العربية وتفتح معاهدات للسلام حقيقية لإعطاء يعني نبرة أو إعطاء خط، لأننا نرى سلام حقيقي مع جيران إسرائيل. يبدو أن التشدد الشديد لا يأتي مع هوى واشنطن، بمعنى أن قراءة المتشددين لقيادة السياسة الخارجية الإسرائيلية في المستقبل ستضع واشنطن في تحديات كبيرة. يبدو أن عدم سماع السياسيين المخضرمين في إسرائيل والإتيان بتيارات متشددة دينية تحاول أن تخطف السياسة من إسرائيل وتقلب موازين القوى في مؤسسات السياسة الخارجية الإسرائيلية في علاقتها مع أوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية، يبدو أن المتشددين الدينيين في تشكيل هذه الحكومة سيخلقون مشاكل قادمة مع الولايات المتحدة الأمريكية بشكل كبير، ولكن طيب. تقييم العلاقات الأمريكية الإسرائيلية تتعرض من سنة إلى سنة إلى تقييم. طيب سؤال الأخير يا دكتور أشرف، هل بات الآن باتت الولايات المتحدة تعتمد على المؤسسة العسكرية في إسرائيل الجيش الإسرائيلي أكثر من السياسيين الإسرائيليين في الأونة الأخيرة لا سيما الموجودين الآن في الحكومة؟ بالتأكيد، يعني في نقطة مهمة جدا برجع بها إلى تاريخ حرب 1967، كان المدنيين أخذوا قرارا بأن يشنوا حرب 67 رغم أن تقييم الجنرالات الإسرائيليين في ذلك الوقت غير موافقين على احتلال طبعا الأراضي العربية وما حدث في 67. ده بيأكد على أن المؤسسة العسكرية الأمريكية الإسرائيلية على ارتباط بتقديرات من البنتاغون ومن طبعا القيادة الأمريكية القيادة العسكرية لإدارة المشهد الأمني في إسرائيل، خوفا من أن المدنيين ممكن أن يأخذوا السياسة الإسرائيلية إلى خطر شديد يهدد بقاء يعني الدولة الإسرائيلية في قيام حرب أهلية أو الخروج على الخط العام الذي يجب أن تلتزم به إسرائيل، وباعتبار أن إسرائيل ليست قوة عظمى تدير السياسات الدولية كالولايات المتحدة أو الصين أو الاتحاد الأوروبي. يجب كل دولة أن تدرك تماما مهما كان من قوة المتشددين ورغبتهم القومية أو الدينية في أخذ سياسات بلادهم، ولكن يجب أن تضبط بمعيار القوة وتوازن القوة. فبالتالي لا، في تواصل قوي بين المؤسسة العسكرية الإسرائيلية والبنتاغون بعدم خروج المدنيين الإسرائيليين لحافة الهوية أو حافة الخطر، وهذا أمر يبدو أنه أزعج المتشددين الدينيين في حكومة نتنياهو بأنهم استشعروا
أن العلاقات الأمريكية مع المؤسسة العسكرية الإسرائيلية يعني قابضة ومسيرة للأمر حتى لا تخرج الأمور عن زمام. شكرا جزيلا دكتور أشرف سنجر خبير السياسات الدولية للقاهرة الإخبارية على هذه المداخلة، كنت معنا عبر خدمة سكايب من القاهرة، شكرا جزيلا. نعود مرة أخرى مشاهدينا لملف زيارة الملك البريطاني إلى ألمانيا، للمزيد عن هذا الموضوع ينضم إلينا من برلين الزميل العربي مرزوق مراسلنا من هناك. أهلا بك عربي في هذه الجولة الإخبارية، ما هي أجندة ما هو برنامج الملك البريطاني خلال 3 أيام أثناء زيارته وإقامته في ألمانيا؟ بالتأكيد همام، الزيارة ستستمر 3 أيام، من المفترض أن اليوم كما رأينا جميعا على شاشة التلفزيون كان هناك تشريف عسكري لملك بريطانيا بدأ من بوابة براندنبورغ المعلم السياحي الأهم، وده حصل بناء على طلب ملك بريطانيا، وسيستمر يريد أن تحديدا في هذا الشهر أن يكون بتمشية من بوابة براندنبورغ حتى القصر الرئاسي بالفو، حتى قصر الرئاسي الخاص بالرئيس الألماني شتاين مار، وكان طوال الوقت بصحبته، ده كان بناء على طلب خاص منه، ودي أول مرة يتم الترحيب وهذا المشهد الذي رأناه جميعا بجوار بوابة براندنبورغ المعلم السياحي الأساسي هنا في برلين. من المفترض أن الليلة تم دعوة بناء على دعوة من الرئيس الألماني شتاين مار لأكثر من 130 عالم ورجل أعمال وسياسيين ألمان من الجانب الألماني والجانب الإنجليزي ومختلف أيضا السفراء الموجودون هنا في ألمانيا لحضور عشاء مساء اليوم مع ملك بريطانيا. الحقيقة غدا هو الحدث الأهم، لأول مرة سوف يتم إلقاء خطاب من قبل الملك البريطاني داخل البرلمان الألماني البوندستاغ، ومن المفترض أن هناك زيارة أيضا لأحد الأسواق التي يفضلها الملك شخصيا في منطقة في وسط برلين فيتنبرج بلاتس تحديدا. هو الحقيقة متعود تحديدا على زيارة هذا المكان لأنه زار ألمانيا تقريبا 30 مرة، يعني منذ الستينيات وحتى هذه اللحظة وصلت تقريبا لأكثر من 30 مرة. وهناك زيارة بناء على طلبه أيضا، هو الزيارة جميعها همام بناء على طلب ملك بريطانيا بشكل كامل، كانت الزيارة من المفترض أن تتم لفرنسا ولكن نتيجة الإضرابات والاشتباكات التي تمت بين الشرطة نظرا لإصلاحات قانون التقاعد في فرنسا تم تغيير هذه الزيارة من فرنسا وأصبحت هنا إلى ألمانيا. هناك أيضا زيارة من المفترض لأحد المزارع الأكل العضوي وما إلى ذلك التي يفضلها أيضا الملك الإنجليزي سوف تكون بالغد. وهناك في الختام بعد الغد هناك عدة زيارات أيضا سوف يقوم به، من المفترض أن يتوجه إلى هامبورغ. أما الحدث الأساسي يريد أن يقوم بزيارة عدة أماكن للاجئين الأوكرانيين تحديدا، وسوف تكون هناك مباحثات ومشاورات جماعية مع المستشار الألماني أولاف شولز غدا ومع وزيرة الخارجية الألمانية أيضا حول العمليات العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية وضرورة تقديم كل الدعم إلى أوكرانيا مستقبلا. وهناك أيضا محادثات خاصة بالحكومة الإنجليزية والحكومة الألمانية سوف تتدخل فيها الملك البريطاني لتقريب وجهات النظر بين ألمانيا وأوروبا. هذا كان سؤالي عربي، هل يمكن أن نضع نتيجة خروج صحيح، هل يمكن أن نضع هذه الزيارة أيضا في سياق تقريب وجهات النظر بين بريطانيا وألمانيا، لا سيما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكزيت والعلاقات التي كانت ربما أصبحت حتى اللحظة مضطربة بين برلين ولندن؟ الحقيقة هناك حدثا تحديدا همام لا يعلم أحد إذا كان هذا الأمر الصدفة أم تم بالفعل. اليوم هو 27 مارس وتحديدا في عام 29 مارس، وتحديدا في 29 مارس أيضا في عام 2017 أبلغت بريطانيا الاتحاد الأوروبي أنها ستخرج من الاتحاد الأوروبي في نفس اليوم تحديدا. لذلك التحليلات التي خرجت أيضا في وسائل الإعلام الألمانية ومن المحللين الألمان أن هناك دفع من الحكومة البريطانية للملك أيضا للتحدث مع الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي بناء على الجلسة التي ستتم مساء اليوم في قصر الرئيس الألماني شتاين ماير لتقريب وجهات النظر بعد خروج بريطانيا من والمشاكل الموجودة بالفعل بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي ومع ألمانيا أيضا وفرنسا، المشاكل الاقتصادية واتفاقية بريكزيت وما إلى ذلك. فمهمة أيضا أحد المهام التي كلف بها الملك من قبل الحكومة الإنجليزية لتقريب وجهات النظر في الأمور الاقتصادية تحديدا بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بشكل أكبر. هذا الأمر من المباحثات سوف المفروض يتم مساء اليوم بين الملك والحكومة الألمانية في الجلسة التي ستجمع الجميع في عشاء حدده الرئيس الألماني شتاين ماير.
طيب وأنت تتحدث، نتابع الآن مراسم الاستقبال لا تزال مستمرة ومتواصلة للرئيس الألماني شتاينماير للملكة البريطانية تشارلز الثالث وزوجتيهما بعد استقبال حافل وكبير في العاصمة برلين أمام بوابة براندبورغ الشهيرة في ألمانيا. كما قال الزميل عربي مرزوق مراسلنا منذ قليل، هناك الكثير ربما من البرامج التي سوف ربما يقوم بزيارتها الملك البريطاني خلال 3 أيام في زيارته إلى ألمانيا. هذه أول جولة خارجية يقوم بها الملك البريطاني منذ اعتلائه عرش بريطانيا في سبتمبر من العام الماضي بعد وفاة والدتي. على أي حال زميل عربي مرزوق مراسلنا من برلين، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل، سنكون معك على مدار الساعة ولثلاثة أيام قادمة لمتابعة تفاصيل هذه الزيارة. شكرا جزيلا، وهذه عودة مشاهدينا إلى الزميلتين أمل وفيروز لاستكمال باقي ملفات النشرة. شكرا لك يا همام. شكرا. قالت رئيسة تايوان ساي إنغ وين إن الضغط الخارجي لن يمنع بلادها من التواصل مع العالم. وخلال مغادرتها إلى الولايات المتحدة أكدت رئيسة تايوان أن تايوان ستسير بحزم على طريق الحرية والديمقراطية. إن إصرار تايوان على أن تصبح عالمية سيزداد قوة. تايوان هي جزء من العالم. إن قيادة تايوان إلى العالم وجلب العالم إليها هدف مهم لإرادتنا. الضغط الخارجي لن يعوق عزمنا الذهاب إلى العالم بكل هدوء وثقة. لن نستسلم ولن نستفز. تايوان ستسير بثبات على طريق الحرية والديمقراطية وتذهب إلى العالم. وعلى الرغم من أن هذا الطريق وعر، فإن تايوان ليست وحدها. وكانت الصين قد حذرت من لقاء رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن ماكارثي برئيسة تايوان ساي إنغ وين أثناء توقفها في الولايات المتحدة. وأكدت المتحدثة باسم شؤون تايوان بمجلس الدولة الصيني تشوفينغ ليان أن أي خطوة من هذا القبيل ستكون استفزازا وانتهاكا خطيرا لمبدأ الصين واحدة. توتر جديد يسود أجواء العلاقات الصينية والأمريكية في الآونة الأخيرة، وفي خلفيته جولة رئيس تايوان تساي إنغ وين الخارجية مرورا بالولايات المتحدة. الصين هددت باتخاذ إجراء انتقامي إذا استقبل رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن ماكارثي رئيسة تايوان. نعارض ذلك بشدة، وسنتخذ بالتأكيد إجراءات للرد بحزم، ونحث الجانب الأمريكي على الالتزام الصارم بمبدأ الصين واحدة وبنود البيانات الثلاثة المشتركة بين الولايات المتحدة والصين، من خلال عدم ترتيب عبور تساي إنغ وين من خلال الولايات المتحدة أو حتى الاتصال بالمسؤولين الأمريكيين للإثبات عمليا الوفاء بالتزامها الجاد بعدم دعم استقلال تايوان. إلا أن واشنطن بدورها حذرت بكين من أي رد فعل مبالغ فيه حال توقف تساي في نيويورك خلال توجهها إلى غواتيمالا وبليز في أمريكا الوسطى، وأيضا توقفها في لوس أنجلوس في طريق عودتها. واشنطن ترى أنه لا داعي أن تتخذ الصين من ذلك الحدث ذريعة لممارسة مزيد من الضغط على تايوان، لكن الماضي شاهد ليس ببعيد. ففي أغسطس 2022 أثرت زيارة إلى تايوان أجرتها بمبادرة شخصية نانسي بيلوسي التي كانت أنذاك رئيسة مجلس النواب الأمريكي، غضب بكين التي نظمت ردا على هذه الخطوة مناورات عسكرية واسعة حول تايوان. وباسم مبدأ صين واحدة ترى بكين أنه يفترض ألا تقيم أي دولة علاقات رسمية مع بكين وتايبي، كما أنها تعارض أي مبادلات رسمية بين الجزيرة والولايات المتحدة. وقعت تايوان وجمهورية تشيك عدة مذكرات تفاهم لتعزيز شراكتهما الثنائية خلال زيارة وفد تشيكي مؤلف من 150 شخصا إلى تايبي. وألمح وزير الخارجية التايواني جوزيف وو إلى أن بلاده تسعى إلى توثيق العلاقات مع الديمقراطيات الغربية في مواجهة الضغوط الصينية. وتعد هذه الزيارة هي بمثابة دفعة لتايبي بعد أن حولت هندوراس حليفتها الموالية ولاءها
لبكين، ما أدى إلى تضاؤل عدد الدول التي تحتفظ بعلاقات دبلوماسية رسمية مع تايوان. أجرى سلاح مشاة البحرية الأمريكية وكوريا الجنوبية أول مناورات إنزال برمائية واسعة النطاق منذ 5 سنوات. انضمت مركبات مدرعة برمائية من البلدين والسفن البحرية والطائرات والمروحيات إلى مناورة سانغ يونغ قبالة ساحل مدينة بوهانغ الشرقية، والتي انطلقت يوم 20 مارس الجاري وستستمر حتى 3 أبريل. تأتي التدريبات في أعقاب انضمام مجموعة حاملة طائرات أمريكية بقيادة حاملة الطائرات USS نيميدز في قاعدة بوسان البحرية في كوريا الجنوبية، وذلك بعد تدريبات مشتركة. كانت هذه أول زيارة لحاملة الطائرات منذ ما يقرب من 6 سنوات، وتتزامن مع ذكرى 70 لتحالف الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. وافق مجلس الوزراء السعودي على قرار الانضمام إلى منطقة شنغهاي للتعاون في الوقت الذي تبنى فيه الرياض تبني شراكة طويلة الأجل مع الصين. هذا وقالت وكالة الأنباء السعودية إن المملكة وافقت على مذكرة حول منح السعودية صفة شريك للحوار في منظمة شنغهاي للتعاون. وتعد المنظمة اتحاد سياسي وأمني لدول تشغل مساحة كبيرة من أوراسيا، من بينها الصين والهند وروسيا، وتأسست عام 2001 بين روسيا والصين ودول الاتحاد السوفيتي السابقة في وسط آسيا، ومن ثم توسعت لتضم الهند وباكستان، متطلعة للعب دور أكبر في مواجهة النفوذ الغربي في المنطقة. أجرى الرئيس السوري تعديلا وزاريا شمل عدة حقائب في الحكومة، حيث أصدر مرسوما بتعيين فراس قدور وزيرا للنفط والثروات المعدنية. كذلك نص المرسوم الذي أصدره الأسد على تسمية محسن علي وزيرا للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، وتسمية عبد القادر جوخدار وزيرا للصناعة. كما تم تعيين لؤي المنجد وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل. شمل المرسوم تعيين أحمد بوسطجي ومحمد فايز البرشا وزيري دولة. أعلنت المديرية العامة للموانئ السورية إغلاق كل الموانئ بما فيها الميناء التجاري بين طرطوس نظرا لظروف الطقس السيء والرياح القوية. حذرت هيئة الموانئ من استخدام الزوارق البحرية لأي غرض والتنسيق مع مخافرها البحرية لأي طارئ. كما أشار مدير عام الموانئ إلى أن الإغلاق قد جاء بسبب اشتداد سرعة الرياح وارتفاع موج البحر، حيث تم التوجيه باتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة للحفاظ على السلامة العامة. في العراق أعلنت قيادة العمليات المشتركة تدمير وكر للإرهابيين وقتل عدد منهم بكركوك. وذكرت القيادة في بيان أنه بمعلومات من الاستخبارات العسكرية نجحت طائرات F-16 في تدمير وكر للإرهابيين وقتلت عددا منهم في وادي الخاصة في محافظة كركوك. واقتصاديا، وافق مجلس الوزراء المصري على موازنة العام المالي المقبل 2023-2024. الموازنة الجديدة تستهدف معدل نمو قدره 14%، كما من المتوقع أن ينمو إجمالي الإيرادات بالموازنة بنسبة 38.4%.
تشمل الميزانية زيادة مخصصات دعم السلع التموينية بنسبة 20% ودعم المواد البترولية بنحو 24% ودعم الصادرات بنسبة 462.5%، إلى جانب أيضا زيادة دعم التأمين الصحي والأدوية بنسبة تصل ل 54%، وتتضمن موازنة العام المالي المقبل نموا سنويا في مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بنسبة تصل ل 14.6%. أكد سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي والرئيس المعين لمؤتمر الأطراف كوب 28 أن العالم في حاجة إلى مضاعفة قدرته الإنتاجية من مصادر الطاقة المتجددة 3 مرات خلال الأعوام 7 القادمة. دعا الجابر المجتمع الدولي إلى التوافق على هدف تحقيق انتقال منطقي وعملي وتدريجي في قطاع الطاقة، وذلك لضمان أمن الطاقة العالمي بالتزامن مع بناء منظومة الطاقة المستقبلية. جاء ذلك في كلمة الجابر أمام مؤتمر حوار برلين حول الانتقال في قطاع الطاقة المنعقد حاليا في ألمانيا. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العقوبات الغربية المفروضة على بلاده قد يكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد على المدى المتوسط، كما شدد على ضرورة عدم السماح للتضخم بالارتفاع، مشيرا إلى أن التضخم سينخفض إلى ما دون 4% في مارس. توقع بنك الاستثمار بلاك روك أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة العام الحالي، وذلك بخلاف ترجيحات المستثمرين. أرجع بلاك روك توقعاته إلى ارتفاع التضخم الأساسي للبلاد في شهر فبراير، وصدور بيانات من الاحتياطي الفيدرالي تشير إلى استمرار موجات التضخم المرتفعة لفترة طويلة. رياضيا، أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم إنهاء عقد الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للأخضر. هذا وأصدر اتحاد كرة القدم بيانا أكد فيه رحيل المدرب الفرنسي بناء على رغبته في عدم إكمال المدة المتبقية من عقده مع المنتخب والانتقال لتدريب المنتخب الفرنسي للسيدات. يشار إلى أن رينارد قاد منتخب السعودية في مونديال 2022 وحقق فوزا تاريخيا على الأرجنتين بهدفين لهدف، لكنه ودع البطولة من دور المجموعات بعد الخسارة من المكسيك وبولندا. مني منتخب إسبانيا بالخسارة الأولى في تصفيات أمم أوروبا 2024 أمام مضيفه الاسكتلندي بهدفين دون رد ضمن الجولات الثانية من مباريات المجموعات الأولى. سجل هدفي المنتخب الاسكتلندي نجم خط وسط مانشستر يونايتد سكوت مكتوميناي، وذلك في الدقيقتين 57. الفوز رفع رصيد اسكتلندا إلى 6 نقاط في الصدارة بفارق 3 نقاط أمام إسبانيا صاحبة المركز الثاني. بهذا نكون وصلنا لختام هذه الساعة الإخبارية، وهذا تذكير بعناوينها. الرئاسة الروسية تتوقع طول أمد الحرب الهجينة التي يشنها الغرب ضد روسيا. تصاعد الأزمة بين تل أبيب وواشنطن واتهامات أمريكية لنتنياهو بإساءة التقدير بتصريحاته ضد بايدن. وكان في نشرتنا، وبعد تهديدات الصين رئيسة تايوان تقول إن الضغط الخارجي لن يمنع بلادها من التواصل مع العالم.
لمزيد من المتابعة يمكنكم دائما زيارة موقعنا الإلكتروني القاهرة news.net، كما يمكنكم متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعية المختلفة فيسبوك تويتر انستغرام ويوتيوب، ويمكنكم متابعة القاهرة الإخبارية على تردد 11747 فيرتيكال أو رأسي. كما يمكنكم تحميل تطبيق القاهرة الإخبارية من خلال أب ستور أو جوجل بلاي أو الكيو آر كود الظاهر على شاشتنا. أشكر لكم طيب المتابعة. هنا القاهرة عاصمة الخبر.